عليكم يا جماعه، يا رب تكونوا بخير وبافضل حال دايما. وجات لكم النهارده فيديو عند الحمام، وهوريكم انتاج الحمام عندي، وهقول لكم ازاي تزودوا انتاج الحمام عندكم، وايه هي احسن حاجه للزغاليل عشان الزغاليل تطلع حجمها كبير، او بمعنى اوضح حاجه لتسمين الزغاليل لو حد مثلا عنده الحمام بيطلع الزغاليل ضعيفه وكده. انا هوريكم دلوقتي انتاج الحمام عندي. بسم الله ما شاء الله، الحمام كله الوقت يا اما عنده زغاليل يا اما تحته بيض، وهوريكم الانواع كلها اللي عندي. فهي بسم الله ما شاء الله، انا ما عنديش دلوقتي غير هما البلدي اللي انتوا شايفينه ده، عندي منه 4 اسس بلدي، وما عنديش غير بس النوعين التانيين هوريهم لكم دلوقتي وهقول لكم نوعهم ايه. فاللهم صل على النبي، هي حاجه كده صغيره بنعملها للزغاليل لما بتفقس، هي دي اللي بتزود وزنهم وبتخلي الزغلول زي ما انتوا شايفين كده، زي ما انتوا شايفين الزغلولين دولت، والزغلولين اللي انا هوريها لكم دلوقتي، والزغلول الباقيه اللي انا هوريها لكم برده هوريكم انا بعمل لهم ايه عشان اوصل لحجم الزغلول اللي انتوا شايفينه ده، وان الزغلول يكون طالع شايل لحم والزغلول يكون طالع كبير. بس يلا بقى قبل ما ابدا في الفيديو كده، اعملوا لي لايك على الفيديو عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس، واشتراك للقناه للناس اللي لسه بتشوفني لاول مره، ويفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلهم كل جديد من عندي. واللي عنده اي استفسار يسيبه تحت في التعليقات. وهقول لكم بقى دلوقتي زي ما انتم شايفين الحمام اللي قدامكم ده يا جماعه بلدي، ده بلدي اهو زي ما انتم شايفين، ده الزغلول اهو بسم الله ما شاء الله. بصوا حجم الزغلول، بصوا يعني الزغلولين اهو تمام. دول كده اول زغلولين انا وريته لكم. طب زي ما انتم شايفين الزغلولين حجم بعض، يعني زي ما انتم شايفين هما الاثنين نفس الحجم، مفيش اختلاف بين ده وبين ده. طيب ايه، لان في ناس بيطلع عندها زغلول اكبر من زغلول، هقول لكم السبب اهو، وهقول لكم انا بعمل ايه عشان اتفادى الخطوه دي. اول ما الحمام يبيض عندي، طبعا انتوا عارفين الحمام بيبيض بيضه وتاني يوم بيبيض التانيه، فطبعا البيضه الاولانيه بتعرق قبل البيضه التانيه، فواحده بتفقس قبل واحده، فالحمام بيهتم بس بالجوز اللي لسه فاقسيه، بالفرد اللي لسه فائس، فممكن يطلعه اكبر من التاني، او ممكن يهتم بيه بس والتاني يموت. طب انا بعمل ايه في الخطوه دي؟ انا اول ما الحمام عندي بيبيض خالص، اول بيضه بشيلها وبحط له بيضه بلاستيك او بيضه قديمه تكون بايظه، بكون انا معلمها مثلا بقلم ولا بحاجه، وبعين البيضه التانيه. اول ما الاقيه حط البيضه اللي هي التانيه اللي بيحطها تاني يوم، بقوم مرجع له البيضه القديمه بتاعته تاني، بحيث ان الاتنين يكملوا مع بعض ويجمعوا مع بعض، اللهم صل على النبي، يطلعوا الاتنين في نفس الوقت، والاتنين ياخدوا نفس اللبا. اللبا ده اللي هو بيبقى اول حاجة الحمام بيأكلها للزغلول لمدة 10 ايام. فهو زي ما انا قلت لكم، بنجيب بيضة بلاستيك وبنحطها مكان اول بيضة، وبعد كده بنرجع البيضة تاني في تاني يوم لما الحمام يبيض البيضة التانية تمام. نيجي بقى عند دول اهمت، دول برضو اهم، دول برضو بلدي يا جماعة، عندهم الزغلولين اهم. تعال ما اوريكم حجمهم، بصوا حجم الزغاليل، الزغلولين اهم تمام. الزغلولين حجم واحد برضو اهو زي ما انتم شايفين اهم تمام. فانا الخطوه دي بتكون مهمه جدا، ان الزغلولين يطلعوا اللهم صل على النبي نفس الحجم. طبعا دول عشان بس اخر عين، مش هصور عندهم كتير تمام اهم. فزي ما انتم شايفين الزغلولين بسم الله ما شاء الله على حجمهم، الزغلولين حجمهم كبير، الزغلولين نفس الحجم، يعتبر نفس الحجم بالظبط بسبب الخطوه اللي انا بعملها دي تمام. طبعا زي ما احنا عارفين ان الحمام بناكله طقتين بس في اليوم، طقه بتبقى الصبح خالص، وبعد كده بنيجي على بعد الظهر نقلب المكلف بالطريقه دي، وطقه اخر النهار تمام. لازم الحمام بالذات يجوع، الحمام لو ما جعش هيطلع الزغاليل ضعيفه، هو نفسه هيتعب ما دام الاكل موجود قدامه باستمرار، حتى مش هيكون عنده قابليه على الاكل، فلازم الحمام بالذات يجوع. فعشان كده احنا بناكله طقتين في اليوم. تعال بقى نوريكم الجوز، دول الجوز البلدي التانيين هما زي ما انتم شايفين، طبعا انا مش هقوم، بصوا اهو من الزغلولين هما، بصوا الاثنين اكلين اهو، بصوا اهو
ادا واحد وادا التاني، الاتنين اكلين والاتنين نفس الحجم اهم اهم تمام. فانا بعمل كده عشان اتفادى خطوة الزغللين دول. طب الزغللين دول عمر كام؟ الزغللين دول عمر اسبوع يا جماعة. طيب اول ما الزغلل بتفقس عندي انا بعمل ايه؟ انا مش باكلهم، باكلهم الخلطة بتاعتهم اللي هي العادية خالص تمام. اول 5 ايام عند الحمام الاكل بيبقى قدامهم باستمرار، بس عشان بيبقى اول 5 ايام للزغلل وكده، فالاكل بيكون قدامهم باستمرار. طب حاجة انا بحطها لهم على الاكل اول 5 ايام بس، وبعد كده بمنعها عشان الزغاليل يطلع حجمها كبير، الزغاليل تطلع شايله معانا لحم، يعتبر هي دي حاجه اللي انا بعملها لتسمين الزغاليل عندي. طيب ايه هي الحاجه دي؟ اول بصوا انا بحط لهم اللهم صل على النبي بادي على العلف، يعني نسبه بادي بسيطه كده في العلف اللي هو 23% بروتين تمام اهو. بحطه لهم اول 5 ايام على العلف على خلطه الحمام بتاعتهم اللي هي الذره العوجه والذره الصفراء والفول وكده، بحط لهم شويه عليقه او علف من بتاع الكتاكيت اللي هو التسمين عليهم لمده 5 ايام، بيكون ممتاز جدا يا جماعه ان الزغاليل يطلع حجمها كبير، بيفرق جدا في حجم الزغاليل، بيكون بروتين عالي للزغاليل تمام. فاللهم صل على النبي انا بعمل ده لمده 5 ايام بس، وبعد كده بمنعهم ما بدلهمش علف على طول، بعمل كده لمده 5 ايام وبعد كده بمنعهم تمام. تعالوا بقى اما اوريكم بقيه الحمام عندي وهوريكم الانواع التانية اللي انا بربيها. طبعا احنا دلوقتي شفنا 3 الاصوص البلدي، هوريكم بقى بقيه الحمام مع دولت الجوز الهزاز المكي تمام. طبعا هم راقدين على بيض تمام، النتيجة اللي قدامكم ديت الدكر هو اللي راقد في المحضن تمام. دول الهزاز المكي يا جماعه اهم، تعال ما اوريكم بقى ابنهم اللي كان طالع لي اللي انا سبته، بحيث ان انا لان انا ما عادش عندي غير جوزين بس، هوريكم الجوز التاني دلوقتي، فقلت ان انا اعمل لنفسي اكتر من جوز تمام. دي النتايج طبعا اهي، بصوا اهو دوت اللي كان طالع لي من تحت منهم، فانا سبته قلت عشان البطن التانية دي كمان هسيب اللي هيطلع منها، بحيث ان انا اعمل لي اكتر من جوز عند الحمام ده تمام. فهم هم زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله، هو حجمه كبير اهو زي ما انتم شايفين. ما عارفش هيطلع لسه دكر ولا انتهي، على حسب التسهيل يطلع زي ما يطلع، وطبعا هوفق معاه فرد تاني تمام. دول بقى الجوز البلدي التانيين، لو تفتكرهم الجوز دولت اللي انا كنت مرقدهم على بيض فراخ، هما الوقت رقدين على بيضهم بيض حمام عادي، بس انا الاول كنت مرقدهم على بيض فراخ. طبعا اللي كان متابع عارف ده، الجوز دول حنين جدا على البيض بتاعه، اما دولت لسه رقدين على البيض بتاعهم تمام. دول بلدي برضو يا جماعة. تعالوا بقى موريكم الجوز دول، دولت الجوز اللي هما الكلكان، طبعا هما راقدين اللهم صل على النبي على البيض بتاعهم. الجوز دول برضو انا نفس الكلام سايب من عندهم زغلول، بحيث ان انا اشوف اللهم صل على النبي اعمل لي منهم اكتر من جوز يكونوا عندي تمام. زي ما انتم شايفين دي النتاية اهي، والدكر هو اللي راقد في المحضن تمام. تعالوا بقى اوريكم الزغلول اللي هو ابنهم تمام، اللي كان طالع عن طبعا مش عايز بس اصور عندهم كتير عشان ما يقلقوش من على البيض، عشان الدكر من البيض اهو تمام. زي ما انتم شايفين مستوى الدكر اللي هو اللي واقف بسم الله ما شاء الله اهو. تعالوا بقى اوريكم ابنهم يا جماعه، هو دوت ابنهم، هو في الغالب هيطلع دكر الله اعلم، طبعا هو في مرحلة قلش بيغير ريش زي ما انتم شايفين اهو تمام. انا برضو نفس الكلام سايب دوت، بحيث ان هما اللي طلعوه برضو اسيبه، بحيث ان انا اعمل لي منهم كام جوز كمان تمام، بس في الغالب ده هيطلع دكر تمام. انا عايز بس اوريكم شكل واضح اهو، بصوا
طبعا هو لسه بيغير ريش، هوريكوا برضو بعد ما يخلص خالص هيبقى شكله عامل ازاي. بسم الله ما شاء الله، طول وحجم الله اكبر عليه. تمام، فانا زي ما انا قلت لكم انا بعمل لنفسي اكتر من جزء من انواع دي. تمام، لان يعتبر مكسبهم كويس بالنسبة لي، فهو ده اللي بيخليني اعمل منهم اكتر من جزء. وبرضو الكم يعني دول تحتهم جزء زغليل بلدي، واللي تحت برضو تحتهم جزء زغليل بلدي، ودول تحتهم جزء زغليل بلدي. انا ناوي ان انا اسيبهم برضو بحيث ان انا يكون عندي اكتر من جزء. تمام، اللي هو بمعنى اوضح هكبر الغية اللي عندي ايا إن كان الانواع بقى اللي انا بربيها، هكبرها عندي، هكتر العدد. تمام، مادام انا فاهم فيهم ومربيهم صح. هديكوا شفتوا حجم الزغاليل، بسم الله ما شاء الله حاجه تفرح. قلتلكوا على كام حاجه كده عشان الزغاليل تطلع معانا مظبوطه. تمام، واللهم صل على النبي. يا ريت بقى اللي ما عملش لسه لايك يعملوا يا جماعه. وكده انا هاني معاكم الفيديو ده، واشوفكم في فيديو جديد على خير.